وحول توفير الوحدات للفئات الاولى بالرعايه قال رئيس عبد الفتاح السيسي ان مواجهه الفقر المتعدد لا يقتصر على توفير الاموال واكد الرئيس السيسي ان الدوله قامت بانشاء 300 الف وحده سكنيه للفئات الفقيره وان الهدف هو الوصول الى مليون وحده سكنيه تحركنا وانشانا ما يقرب من 300 الف وحده سكنيه وبالمناسبه احنا هنفضل نشتغل في الاتجاه ده حتى نصل الى مليون وحده سكنيه كتخطيط انا بني... الكلام اللي بقول عليه ده ارقامه ضخمه جدا ماليا الهدف منه ايه احنا هن حن... هنقعد ننظر للخلف ولا هنفضل نتحرك عشان نخرج من دايره الفقر اللي احنا موجودين فيها زي ما اتقال كده الفقر المتعدد طب انا هعمل فيه ان انا اوفر فلوس فقط كدوله ولا ادخل كدوله باجراءات متكامله تحقق معالجه هذا الفقر المتعدد اللي بيتكلموا عليه